السلام عليكم، معاكم المهندس محمد فؤاد من سايت egeng.com او من Egypt Engineers. ان شاء الله ده الفيديو الثاني من شرح الباك اب اكزيك 12 ونص. انا عملت لكم نوت صغيره بالحاجات اللي احنا هنشرحها النهارده في الفيديو ان شاء الله. طبعا ده الفيديو الثاني زي ما قلت. عندكم اول حاجه هنبتدي، أول نقطة نعمل كرييت لميديا سيت. هنعرف يعني ايه ميديا سيت وهنكريتها مع بعض. هنستول حاجة يمكن مش كتير يعرفها اسمها في سي بي، ده بروجرام كونسوليديتد باك اب، حاجة خاصة بفيم وير بتتثبت على الباك اب اكزيك سيرفر. ده علشان خاطر نقدر نعمل باك اب لفي اماية كاملة. طبعا يعني الشركات كلها متجهة دلوقتي للفيرجواليزيشن، او الدنيا يعني الانفراستراكشر التخيليه، او يعني مش التخيليه او اللي هي فيرجوال، يعني اللي هي الدنيا كلها ما هياش فيزيكال ماشينز او فيزيكال سيرفرز، كل الدنيا تتحول تبقى فيرجوال سيرفرز مبنيه على حاجه فيزيكال، بليدز على بليدز سيرفر، او ايفن يعني حتى اي سيرفر عادي ممكن ننزل عليه. احنا عندنا طبعا في ام فهننزل عليه اي اس اكس سيرفرز. اي اس اكس سيرفرز ده حاجة لينوكس بيزد، ده بيخلينا نقدر نعمل او نستغل الفيزيكال سيرفر الواحد ده ان احنا نحط عليه كذا سيرفر. طبعا دي مميزات كتير، احنا مش هنتطرق لمميزات الفي ام في الشرح هنا، احنا يهمنا الباك اب اكزيت بس. احنا ندي مثال ازاي نقدر نستخدم الباك اب اكزيت ان احنا ناخد باك اب لفي امات كامله. ممكن ناخد باك اب للانفراستراكشر كلها بتاعت الفيرجوال على ديسكات او على ستورج او حتى على تيبس، بس احنا نشرحها ازاي نقدر ناخدها على الديسك نفسه. تالت نقطه هنتكلم فيها، هنكريت حاجة اسمها باك اب تو ديسك فولدر ديفايس. طبعا هو احنا عندنا نوعين من الديفايسز، يا اما تيب ديفايسز يا اما باك اب تو ديسك فولدر ديفايس. يعني الاولانية اللي هي التيب، طبعا كتير من الناس اللي شغالة في الشركات عارفة يعني ايه تيب، تقدر تاخد عليه باك اب، ده بيبقى تيب درايف وتاخد عليه باك اب. الجزء التاني ازاي اقدر اعمل باك اب على الديسكات نفسها، ممكن الديسكات اللي هي الموجودة على السيرفر أو حتى أجيب external hard disk أخد باك اب عليه. رابع حاجة هنشوف بقى مع بعض ازاي نقدر ناخد باك اب لل VMware. طبعا احنا حاليا كنا عندنا تاسك قوي شوية، ناخد باك اب للانفراستراكشر كلها عشان نعمل critical باك اب لل أو سوري critical change في الستوريج، فلازم ناخد باك اب لكل الانفراستراكشر بتاعتنا. يمكن احنا اشتغلنا جزء كبير من الشغل، للاسف طبعا ما لقيتش الوقت المناسب اقدر اشرح لكم فيه من البدايه. كنت اتمنى ان انا اقدر اشرح لكم كل حاجه احنا بنعملها، بس دلوقتي يعني الحمد لله لقيت وقت ممكن اقدر اشرح لكم فيه، فهوريكم ازاي نقدر نعمل باك اب لفي ايميل. طبعا انا خدت باك اب لفي ايميل كتير، لكن انا هوريكم ازاي ناخد مثال. وطبعا كله بيتكرر، يعني اي في ام تقدر تاخد لها باك اب. في ملحوظه بس عايز اقولها، الباك اب او ان ناخد باك اب لفي ام، نقدر ناخد باك اب لاي في ام. في كيس واحده قابلتنا احنا عندنا، تعالوا نشوف مع بعض الاول الكونسول بتاع الفي ام وير او في سفير كلاينت. ده شكل الكونسول بتاعنا، انا عايز تاخدوا بالكم بس من حاجه، هنا بيعمل ريموف لسناب شوت. يمكن ده مش وقته بس يعني دي فرصه ان انا اقول لكم عليها، ده ريموف لسناب شوت. في البدايه انا بعمل باك اب ل يعني بعمل باك اب ل بعمل باك اب سوري للفي امات ديت. اول ما ابتدي اعمل الباك اب بتاعي بيحصل كرييشن لسناب شوت على الماشين اللي انا هاخد لها باك اب. فهنا لو تاخدوا بالكم التارجت بتاعي اكس يو ام 01، ده هيوريني يعني بيوريني ازاي ده التقفيله بتاعه الباك اب. يعني في البدايه خالص هو بيعمل كرييت لسناب شوت عشان ياخد سناب شوت الاول، وبعدين يبتدي ياخد الباك اب بتاعه على الباك اب اكزيك.
اول ما بيخلص الاكسبورتنج بتاعه والباك اب بتاعه بيرجع على الفي ام وير ويعمل ريموف للسناب شوت اللي هو عمل لها كريشن في الاول. دي يمكن احنا ما كناش هنقدر نشوفها لان ديت عشان نعمل باك اب لفي ام نقعد وقت طويل جدا. ف يعني كويس ان هي جت الفرصه ان احنا نشوف المنظر ده. تعالوا نشوف الباك اب اكزيت مع بعض. اول حاجه طبعا هنكريت ميديا سيت. تعالوا نروح للباك اب اكزيت. معلش الدنيا طبعا تقيلة شوية. هو حاليا احنا بناخد باك اب للاكستشينج على تيب درايف. طبعا المنظر ده انتوا كنتوا شايفينه في الفيديو اللي فات كان تقريبا فاضي تماما. كنت اتمنى ان انا كريت واحد واحد قدامكم، بس يعني احنا لو كريتنا واحد هو بيتطبق على بقية الحاجة. طبعا هو اول حاجه ديت قدامنا طبعا ده المونيتورنج الجوب مونيتورنج. يعني دي اول حاجه قدامنا. انا كنت باخد باك اب للاكستشن سيرفر بتاعنا هو بيرانينج. ويعني ده بيتباك اب على ايه؟ نبص هنا شايفين النيم هنا على التيب 2 ده سوري نيم سوري الديفايس نيم. هنا الاي بي ام. الاي بي ام ده هو التيب درايف او نوع بتاع التيب درايف بتاعنا. بصوا هنا تحت مكتوب ايه؟ مكتوب حاجه اسمها ديفايس نيم يو ام 01. طبعا ما فيش ديفايس اسمه كده. هو ده احنا كريتناه بايدينا. ده الباك اب تو ديسك. ده مثال الباك اب تو ديسك. طبعا هو الراجل هنا يعني خلينا نتبقاش الحديث. هنعمل لكم من الاول خالص. تعالوا نروح نعمل اول خطوه عندنا اللي هي كتابه ميديا سيتس. هنروح على الميديا هنا. اوكي. شايفين الديلي والويكلي دول اعتبرهم مش موجودين. دول اصلا باي ديفولت مش موجودين. انا اللي كريتهم بايديا. فتعالوا هنكريت واحده تيست ميديا سيت مع بعض. نيو ميديا سيت. طبعا كلكم بتقولوا ايه ميديا سيت؟ يعني ايه اللي احنا بنعمله اصلا؟ يعني ميديا سيت ديت فايدتها ايه؟ هنقول لكم فايدتها ايه. ايه الميديا سيت دلوقتي؟ انا عندي وليكن تيب. تمام. التيب ده انا باخده. عندي حاجه اسمها دايلي باك اب، وعندي حاجه اسمها ويكلي باك اب، وعندي حاجه اسمها مانثلي باك اب، وعندي حاجه اسمها كوارترلي باك اب. ايه الفرق؟ دايلي باك اب دي الحاجه انا باخدها كل يوم. طبعا يعني طبعا اللي بيتفرج على الفيديو ده لازم يكون عارف يعني ايه باك اب من الاصل. طبعا في كذا نوع من الباك اب. في حاجه اسمها نورمال باك اب او فول باك اب، ده ناخد باك اب كامل للدنيا عندنا. في حاجه اسمها انكريمنتال باك اب، في حاجه اسمها ديفرنشال باك اب. انكريمنتال باك اب ده الحاجه اللي بتتاخد جديده كل يوم. ديفرنشال باك اب الحاجه اللي بتتاخد من اخر فول باك اب لغايه النهارده. دلوقتي خلينا نقول مثال. انا هاخد ويكلي باك اب. ويكلي باك اب ده انا هعمل فيه فول باك اب. جميل. انا دلوقتي الراجل اللي بيحط التيب ده كل يوم مش ممكن يغلط؟ ممكن يغلط، ممكن يحط تيب غلط، مش كده؟ طبعا هو حط لو حط تيب غلط هيجي يقول له وهو بيعمل باك اب. يعني لو كان اتعمل قبل كده هيقول له لا خلي بالك مش هو ده التيب اللي انا اعرفه، يعني مش هينفع اخد عليه باك اب. بس نفترض ان عندي تيب واحد بس باخد عليه نوعين من الباك اب. باخد مثلا باك اب من الاكستشينج وباك اب تاني من الدومين كنترول. انا خدت النهارده باك اب من دومين كنترول على تيب اسمه تيب مثلا 1. جميل. جيت تاني يوم هاخد باك اب للاكستشينج برضو على تيب 1. انا عندي تيب 1 ده اصلا مليان. جميل. من الدومين اللي انا خدته او الباك اب الاولاني اللي انا خدته. فلما اجي اخد وراجل ناسي يشيل التيب ويحط تيب 2، لا ساب تيب 1 زي ما هو. فهياخد سوري يعني لا سوري يعني هاخد برضو على تيب 1. افترض ان هاخد برضو على تيب 1. هاخد على تيب 1 الاكستشينج النهارده. تمام. انا لو خدت تيب
على تيب 1 اكستنجن النهارده والاكستنجن حجمه كبير، هيعمل ايه؟ هيعمل اوفر رايت على الحاجه الموجوده على التيب. ليه بقى؟ علشان انا قلت له اعمل اوفر رايت على التيب في اي وقت. لكن الميديا سيت طبعا انا هخسر كده الدومين كنترولر الباك اب اللي انا خدته الاولاني بتاع امبارح. طبعا يعني انا عملت ايه؟ يعني انا كده انا خدت الباك اب بتاع الاكستنجن صحيح النهارده، بس خسرت الباك اب بتاعي بتاع دومين امبارح لان انا اتعمل له اوفر رايت. انا مش عايز كده، انا عايز ان الدومين يفضل وكمان الاكستنج يفضل. هتقولوا لي ازاي واصلا مفيش سبيس؟ هقول لكم ان انا هياخد جزء من الباك اب بتاع الاكستنج على تيب 1، وبعد كده هيقول لي لو هو ما في مش عارف يعمل اوفر رايت، هيقول لي ان التيب المساحه خلصت عليه فلازم تحط تيب جديد وهيكمل عليه. يعني ما هو ممكن يتاخد لو في باك اب حجمه كبير جدا زي اكستنج، وليكن قول 1 تيرا من الباك اب من الاكستنج، اكيد مش هيكفي على تيب واحد. تيب واحد حجمه 200 جيجا ويبقى كومبرس 400. جميل. طيب انا لو انا سبت الدنيا كده اوفر رايت خلاص انا خسرت الدومين. لا، انا هقول له بقى ايه؟ هقول له لو سمحت اعمل لي اعمل لي يعني بروتكشن 7 دايز. يعني ما ينفعش اوفر رايت على التيب ده لمدة 7 ايام. كده انا حميت نفسي من مشكلة كبيرة جدا ان انا ما اغلطش الراجل عندي وما ياخدش باله ويعمل اوفر رايت للباك اب اللي انا واخده امبارح. تمام. طبعا في حاجة، هو انا قلت لكم مثال بس هو مش مثال صحيح 100%. ليه؟ لان انا ما ينفعش اصلا اخد كذا حاجة على تيب واحد غلط، يا اما اخدهم كلهم في يوم واحد. ما ينفعش اخد النهارده واجي بكره، وانا اصلا لو خدت النهارده وعامل له اوفر رايت ل7 ايام زي ما انتم شايفين مش هينفع اخد باك اب عليه تاني. هيقول لا الراجل ده مش ما ينفعش يتاخد عليه باك اب الا بعد 7 ايام. تمام. انا كده حميت في الباك اب بتاعي ان هو ما تعملوش اوفر رايت خطا لمده 7 ايام. ليه 7 ايام؟ لان انا هاجي الاسبوع اللي بعده وهاخد باك اب تاني، فلازم يكون سامح لي ان اخد باك اب عليه تاني. تمام. واكيد هيعمل اوفر رايت للدنيا كلها لان السبيس عندي ما ينفعش اعمل ابند. ابند يعني ان انا يبقى عندي باك اب واحط حاجه زياده عليه، لكن اوفر رايت هيشيل ويحط جديد. تمام. فانا هقول له هنا اسمه ايه؟ تيست، واقول له اوكي. انزل لي هنا اسمه ايه؟ تيست. وتعالى نشوف الويكلي ده انا كنت عملته ازاي. هو نفس النقطه طبعا، هناك 7 دايز هنا 1 ويكس، يعني هي طبعا يعني ممكن اختار هنا دايز واقول له ايه 7. هي ما فيهاش اي مشكله. ده بالنسبه للويكلي. انا عملت واحده تانية بنفس الطريقه اسمها ايه؟ ديلي 1 دايز. اوكي. ده ليه؟ ده عشان انكريمنت الباك اب بتاع كل يوم او الديفرنشال باك اب. يعني تعالوا نديليت التيست ده اللي احنا عملناه. اوكي. طبعا انا كده بقى عندي 2 ميديا سيت انا مكريتهم كاستم ميديا سيت، واحده اسمها ديلي باك اب وواحده اسمها ويكلي باك اب. دول هنشوفهم وقت ما ناخد باك اب. اوكي. نسيب النقطه ديت ونشوف النقطه اللي بعدها. هننستول الفي سي بي ان ذا باك اب اكزيكت 12:30. طيب ايه هو بقى الفي سي بي ده؟ تعالوا كده سوا نروح على الفي ام ويب سايت. ده الفي ام وير سايت، نشوف سبورت اند داونلودز. هنلاقي حاجه اسمها في ام وير انفراستراكشر 3 هنا، مش عليها. شايفين تحت هنا في حاجة اسمها في ام وير كونسوليديتد باك اب 1.5 ابديت 2. اوكي. ده اللي انا هستعمله وهسطبه عندي على الباك اب. ايه؟ تعال نخش عليه كده. انزل تحت. انا يهمني في الموضوع ده كله حاجتين، ده وكمان ده. اوكي. اول واحد ده بروجرام اي اكس اي هنسطبه على الباك اب اكزيك، والتاني ده انتجريشن موديول للسيمانتيك باك اب اكزيك. تمام. ده الاتنين دول هينزلوا هما اللي هيسمحوا لي اني اقدر اخد باك اب لفي ام اي كامله. من غيرهم الباك اب اكزيت مش هيفهم الفي ام وير، او ياخد هيفهم في ام وير طبعا لكن مش هيفهم انه ياخد باك اب كامل للفي ام وير. جميل. طيب ايه فايده الاثنين دول؟ الاثنين دول
هما زي يعني الوسيط ما بين الباك اب اكزيك وما بين الفيم وير، اللي يفهموا ازاي يقدر ياخد باك اب لفي ام اي كامله. جميل. طبعا انا نزلت الاثنين دول عندي، بعد ما نزلتهم انا اشوف على الباك اب اكزيك، بعد ما نزلتهم بيبقوا بالمنظر ده. ده البي سي بي الاولاني اللي هو ده، تمام، والتاني اللي هو ده، ده بالاسم طبعا. هو انتوا خلوا بالكم عشان خاطر انتوا تيجوا تجربوا، هو الراجل هيسألكم لازم تعمل ريجستر او ريجستر على السايت، ولازم يكون انت ليك اكونت اصلا على في ام وير، وهو مش هيسمح لك انك تعمل فيه يعني اكونت على هوت ميل او ياهو او الحاجات اللي هي الفري، لازم يكون حاجه انتربرايز او حاجه تبع كومباني يعني. تعالوا مع بعض نسطب البي سي بي على الباك اب اكزيت. طبعا هو اوريدي متسطب، بس انا بس بسيميليت معاكم الدنيا. هرن اوكي هقول نيكست، هو الراجل شايف ان هو موجود اصلا، انا يعني هقول موديفاي، هينزل الحاجة بتاعته كلها دي بس بي انتجريشن نيكست او انستول. اتمنى بس ان هو ما يعملش فيل الباك اب بتاعي وكده خلص. تمام. ده طبعا انا هعمل له اكستراكت، هيطلع لي هنا بالمنظر ده حاجة اسمها باك اب اكزيت. هو الراجل في ال، تعالوا نشوف الريدمي دي مع بعض عشان برضو تبقوا عارفين، ده ريدمي مهم جدا. هو ده الطريقة اللي ازاي اقدر اعمل بيها انستول للدنيا عندي، البي سي بي بروكسي والكلام ده كله. تمام. طبعا يا ريت تقروا الكلام ده وتمشوا مع الستبس الموجودة، هي سهلة الستبس يعني، بس يا ريت تقروا يعني عشان تشوفوا الدنيا عاملة ازاي يعني. اول حاجة بيقول لي هنا ايه، هعمل اكستراكت طبعا للبي سي بي دايركتري ده، تمام، وهلاقيه بعد ما اعمل له اكستراكت المفروض يعني هحطه فين. في فايل هيطلع لي اسمه باك اب اكزيك، فولدر سوري اسمه باك اب اكزيك، ده انا هحطه في المكان ده. تمام. طب انا سطبت دلوقتي البروجرام، فالبروجرام خلاص كاريت لنفسه الاسم ده. تعالوا نبص مع بعض. بروجرام فايلز في ام وير، في ام وير كونسيدرز باك اب فريم ورك، والاقي هنا ايه سطب الدنيا بتاعته. خلي بالكم ان اخر فولدر ده انا اللي جايبه بداية وحاطه هنا، لكن هو اللي احنا سطبناه دلوقتي حالا هو اللي طلع لي الفايلز دي كلها يعني. ده انا حطيته بداية اللي هو خدناه من اكستراكتد فايلز اللي هنا يعني. عشان بس ما نتلخبطش، ادي ده اللي انا سطبته، ده اللي انا عملت اكستراكت هنا، ورحت هنا قلت كوبي، تمام، ورحت على المكان ده جوه بروجرام فايلز في ام وير في ام كونسيدرد فريم ورك، قلت له تيك مين تيست، طلع لي الفولدر ده اللي جواه الحاجه دي. تمام. بعد كده تعالى نروح للفايل تاني الهيلب، هيقول لي افتح السي ام دي وخلي الدايركت بتاعك يشاور على الدايركت بتاع مين، الراجل ده اللي في ستيب 1، تمام، اللي هو ده. طب تعالوا نعمل زي ما هو بيقول، اتمنى ان الصوت يكون واضح، انا بحاول اعلي صوتي الحقيقه يعني، وقريب من الجهاز جدا يعني، بتمنى يكون الصوت احسن من المره اللي فاتت. هقول له سي دي اخد كوماند على طول مش لازم اكتبه بايديا، تمام، هو كده واقف على الباس صح. الراجل قال لي ايه، انا طبعا خلي بالك هو الراجل خلاص سطب المكان في المكان ده، وانا خدت الفولدر الجديد وحطيته فين جوه المكان ده، بقى عندي كمان ايه باس جوه يعني. طيب هو عايز الراجل ده يعمل ايه بقى، عايزني انستول الباتش. انا ممكن انستوله هناك من على طول، اخش على هناك يعني مش لازم امشي بالطريقه دي،
عفوا بروجرام فايلز، اعمل كده كليك يمين واوبن، او يعني دبل كليك عليه وهيشتغل. تمام، الراجل ده بيروح اشوف ايديت بس هو بيعمل ايه، بيروح يرن سكريبت. تمام، والبوز دي انا ضايفها، المفروض ان هي مشكلة. تعالوا نعمل مش زي ما هو قايل، عشان ما يبقى كلنا ماشيين بستاندرد، الراجل ده ما يبقاش متلخبط، يعني ما فيش حد يتلخبط معانا. طيب الراجل ده قال لي بعمل ايه، انستول او ارن انستول دوت باتش كده، انستول دوت باتش. تمام، ادوس ايه انتر، ده بيعمل حاجه اسمها في سي بي بيز انفايرمنت فاريبل. هو الراجل هنا بيقول لي ايه، باس تو في ام وير في سي بي انتجريشن فريم ورك، هو ده الصح، هو ده الباس الصح. اقول له اه هو ده، اقول له يس. طيب باس تو في ام وير في سي بي انتجريشن فريم ورك، قال لي يس. خلاص هو كده خد اللي انا قلته له، كونفيجريشن باس هو ده، اه هو ده. عايز تريفيو تبص على الفايل بتاع الكوهنج دوت جي اس، خلينا نشوف يا سيدي. cannot find the بس specified، هو كده هو شال طبعا بعض السيت اب، لكن هو مش هيبان كده معاكم طبعا، هو كده هيطلع تلاقوا كلام معاكم وتبصوا عليه، هو بس طالع معانا كده عشان هو اوريدي اصلا متسطب. تمام، طيب عايز تبص برضو تريفيو على نفس الكلام، هقول له يس برضو مش لاقيه، لكن هو ما تقلقوش هتلاقوه معاكم، هيظهر معاك هو عشان اوريدي انستول ده هنا. تمام، قال لي طيب for more information كذا كذا، بصوا على مين بقى، على اللي احنا بنقراه اصلا ده، على الريد مي ده. اقول له يس، قولي فتح لي واحد تاني وانا مش محتاجه. هو واخدين بالكم هو بس طلع اصلا بايظ خالص. تمام، بس هو راجل كده ايه خلص. تمام، الراجل ده لازم يعمل ريستارت، ريستارت الباك اب اكسس سيرفيس، او ممكن ريستارت السيرفر كله على بعضه. تمام كده الباك اب اكسس انفايرمنت فاريبلز ويل تيك افكت، افكت المفروض ان هي كده هتيك افكت، يعني هتظهر لي فين في الانفايرمنت فاريبلز بتاعتي. it is recommended that you close the current command prompt window and open a new one to pick up the change in the environment variable as well. انا مش محتاج اعمل ده كله، انا كل اللي انا محتاج ان اتاكد ان ال variables فعلا وصلت عندي او نزلت عندي، المفروض ان ال variables اقدر اوصل لها من هنا اي environment variables، اخش عليها المفروض ان هلاقي هنا VCBBS. تمام، فانا ايه لقيت البي سي بي بيز وصل هنا، يبقى انا كده شغلي مظبوط. تمام، بس كده احنا خلصنا ايه الجزء بتاع ازاي اقدر انستول البي سي بي اذا بقى اكزيت 12. طيب تعالوا بقى ايه نبتدي ناخد باك اب للايه لفي ام 100. هناخد باك اب في ام 100، اول خطوه هنعملها ان احنا هنكريت باك اب للديسك فولدر ديفايس. تعالوا سوا نشوف، عشان انا عايز ابص بصه على الباك اب بتاعنا اللي بيحصل دلوقتي. هو الراجل واخد، وخلينا بالكم هنا بيعمل ايه، فيريفاي. فيريفاي دي الخطوه اللي بعد التيكنج ذا باك اب، اول خطوه من اي باك اب بيحصل. آه طبعا ده ابون يور تشويس، يعني انت اللي تقدر تختار وتقول هل انا عايز اعمل فيريفيكيشن للباك اب بتاعي ولا لا. الفيريفاي ده بيعمل ايه اصلا دلوقتي، انا اول خطوه باخد باك اب، جميل. فانا لما بروح اخد باك اب ببتدي شد الباك اب بتاعي، بيحطه في المكان اللي انا عايزه، سواء في التيب او على الديسك على حسب الكونفيجريشن اللي انا مظبطه. الراجل خلص الباك اب بتاعه، مش انا بعد ما خلص الباك اب بتاعي ممكن اروح اعمل ريستور الاقي الدنيا تفيل؟ طب انا ليه اعمل كده؟ طب ما انا عندي وسيله تقول لي هل الباك اب اللي انا خدته ده مظبوط ولا لا. ايه الوسيله دي؟ هي الفيريفاي. الفيريفاي هيعمل ماتشنج ما بين الحاجه اللي اتاخدت على التيب هنا او على الديسك هنا باك اب اكزيك، وما بين السيرفر اللي انا خدت منه الباك اب، او الحاجه اللي انا خدت منها الباك اب. هيعمل
ماتشنج بينهم من بعض عن طريق السي ار سي او حاجه زي كده، يبتدي يشوف هل اللي هنا هو فعلا اللي هنا مفيش اختلاف ولا لا. ايوه، وبعدين بقى يكون فوق كونسيستنسي تشيك. هو ده انا بقول يعني الحمد لله، يعني ان الظروف واضحه هنا بتبين لنا الحاجات كلها، يعني يمكن حظنا كويس. يعني ديت الفتره اللي بيعمل فيها الفيريفاي، او يعني هو ده الطريقه اللي بيعمل فيها الفيريفاي. بشوف هنا الدنيا في الباك اب اكزيت اللي اتاخد، او في الباك اب بتاعي اللي اتاخد، هو الموجود هناك ولا لا. لو موجود اوكي، الراجل هيعدي ويقول لك سكسسفلي وزي الفل. لو في حاجه ميسنج او كوربتد، هيطلع يقول لك لا اسف في مشكله، نضطر نبتدي نعيد الباك اب من الاول تاني، او نشوف ايه هي المشكله بتاعته. تمام. طبعا الاولاني ده زي ما احنا اتفقنا اكستشينج، وده باك اب من في ام مايا. هنشوف بقى ايه اللي بيحصل ايه بالظبط. تمام، دي المراحل الاخيره من الباك اب، يعني الفيريفاي الاخير من الباك اب. طب احنا روحنا هناك هنلاقي خلاص هو عمل ريموف للسناب شوت بتاعته. تمام، تعالوا بقى احنا تاني خطوه قلنا ايه عشان ما نتلخبطش. هنكريت باك اب تو ديسك فولدر ديفايس. انا دلوقتي عايز اخد باك اب من ايه هنا؟ يعني هنروح للفي ام كونسول هنا، انا عايز اخد باك اب من الهاب كاس سيرفر. تمام، من ايه؟ من الهاب كاس سيرفر. تعالوا نشوف الاد موف بروجرام، نقفل ده نشوف اكتر. نشوف الاد موف بروجرام بتاعنا. المفروض ان انا الاقي هنا حاجه للباك اب اكزيك ايجنت، زي ما انتم شايفين مفيش حاجه خالص، مش كده؟ مش كده صح؟ تعالوا معلش نضيف هنا خطوه كمان احنا نسيناها، انستول باك اب اكزيك ايجنت وانتو سيرفر. تمام، انا دلوقتي محتاج انستول الباك اب ايجنت بتاعي، باك اب اكزيك ايجنت بتاعي على السيرفر اللي انا عايز اخده. ده باك اب ايجنت ده انا بستخدمه لحاجتين. هو ببساطه هو الراجل ده هو ال 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 الوسيله بتاعتي ان انا اخد باك اب من السيرفر اللي هناك، سواء انا هاخد الباك اب ده از ويندوز باك اب، يعني اي حاجه من الويندوز باك اب، سيستم ستيت، الفولدرز، اي حاجه، فايلز، اي حاجه، او في نفس الوقت ان انا اخد في ام اي كامل. في الحالتين انا محتاج الباك اب ايجنت. خدوا بالكم من هنا بالصدفه برضو الراجل باك اب اكزيك بعت لي ميل قال لي فيه ان اليو ام 01 ده كومبليت سكسسفلي. تمام، ده انا عامل نوتيفيكيشن، النوتيفيكيشن دي بتقول لي الباك اب اكزيك، يعني للحاجه اللي انا باخد لها باك اب معينه، سواء سيرفر اكستشينج او اليو ام اللي احنا خدناه له الباك اب دلوقتي كفي ام اي سكسسفلي او فيلد، ويقول لي فيلد ليه. تمام، طيب تعالوا الاول نقول الحته الصغيره دي، في حاجه هنا اسمها تولز ريسيبيانتس. ريسيبيانتس دول الناس اللي انا ممكن يعني يوصلهم ايميل بالستيتس بتاعت الباك اب. ازاي بعمل حاجه زي كده؟ نيو بيرسون ونيت سند، ولا برينتر، هبعت برينتر ولا جروب كامل؟ لا انا عايز ابعت لواحد بس بيرسون، وهسميه مثلا محمد فؤاد. تمام، انيبل الادرس بتاعه هيبقى محمد دوت فؤاد ات egng.com. انا ممكن اتست هنا وابعت الميل، بس مش هنضيع وقت في ان احنا نشوف الميل، بس هو هيبقى شغال ان شاء الله. احنا هنجربينه زي ما وصل لنا الميل دلوقتي. هقول له اوكي، كده اضاف لي محمد فؤاد هنا، المفروض هيبعت لي الميل على محمد فؤاد. دوس كلوز، هنشوف الوضع بعد كده هيبقى عامل ازاي. تمام، طيب دلوقتي انا عرفت اعمل نوتيفيكيشن بالريسيفنت بتاعتي هنا. جميل، دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى؟ انستول الايجنت على السيرفر بتاعي. اوكي، فانا هروح هنا اقول له انستول ايجنت اند ميديا سيرفرز اون اذر سيرفرز. طبعا ميديا سيرفرز اون اذر سيرفرز انا ممكن اعمل كذا باك اب اكزيك سيرفر، ويبقى عليه ميديا تانية اقدر اخد عليها باك اب برضه، لكن انا هنا انستول ايجنت بس.
تمام، يقول لي ويلكم تو سبانتك باك اب اكزيت، اقول له نيكست. انا هانستول ايه بقى؟ هانستول ريموتلي باك اب اكزيت سيرفر تاني غير الباك اب اكزيت سيرفر اللي هنا ده. انا قلت ممكن يكون عندي كذا باك اب سيرفر وكل باك اب سيرفر عليه ميديا، تمام، ولا هانستول ويندوز ريموت ايجنت ولا نتوي ريموت ايجنت. ماليش دعوه بالنتوي خالص، انا ليا دعوه بالويندوز. اقول له هنا اد ريموت كمبيوتر، هقول له الدايركتري بتاعي ده انا عايز انستول فين، سيتنج الهاب كاس بتاعي، واكتب يوزر نيم باسورد بتاعي، طبعا الفيديو اللي فات احنا قلنا متطلبات الاكونت ده المفروض يبقى ايه، يعني دومين ادمن وانتربرايز ادمن واكستشنج اورجانيزيشن ادمن اكستشنج سيرفر ادمن اكستشنج ريد اونلي ادمن، كل الحاجات ديت اتمنى لو تراجعوها في الفيديو اللي فات. بص هنا اوكي، هختار هنا ريموت ايجنت فور ويندوز سيستمز، وانا عندي برضو اللايسنس بتاعت ادفانسد اوبن فايل اوبشن. طبعا ده الريموت ايجنت ده هو اللي احنا عايزين نسطبه. انا ليه اخترت دي؟ هو ليكم يعني حق الاختيار، يعني انتوا اختاروها او لا. هو ديت حاجة مور ادفانسد شوية. دلوقتي لو في فايل مفتوح هناك او سيرفيس بترن هناك على السيرفر، الباك اب اكزيت مش ممكن ما يعرفش ياخدها، يعني ما يعرفش ياخدها عن طريق الشادو كابي. فهو حاجة دي شبيهة شوية بالشادو كابي، بيقدر هو يشد بيها الفايل او الفولدر اللي هو اوبن ده هناك. فديت انا هقول له، انا ممكن اقول لا عادي يعني مش مشكلة، لكن ده في بعض السيرفرز وبعض الابليكيشنز بيبقى محتاجينه جدا، فانا ممكن ما اختارش خالص ان انا اسطبه. مش فينيش، اقولها هانيبل الدنيا هناك، بابلش وكل حاجة، دوس نيكست. طبعا ممكن نراجع الدنيا هنا، بس يعني مفيش حاجة بسيطة. هو يقول لي بس انا هانستول، لو اخترت الادفانس اللي هنا كان ظهر لي حاجة تانية الادفانس اوبن، تمام هانستول. طبعا الراجل هياخد وقته هنا، اتمنى لو عندكم اي اسئلة او حاجة معينة عايزين تعرفوها. يعني طبعا انا يعني الباك اب يعتبر يعني مش مايكروسوفت اورينتد، بس يعني هو دي رول من الرولز بتاعتي هنا. فاتمنى انتوا لو يعني عايزين اي حاجه في الباك اب اكزيت او استفسار معين، ممكن تزوروا egng.com، وهتلاقوا الموضوع بتاعي في مايكروسوفت فورم. تعالوا اوريكم برضو ممكن توصلوا لنا ازاي. طبعا السايت هنا egng.com، يجي انتوا عملتوا سيرش على جوجل هتلاقوا السايت موجود. هذا السايت اوكي. في حاجة تانية يعني ما هي ملهاش علاقة بالموضوع، بس أحب أقولها لكم لأن مش كتير عارفها. أنا ممكن أعمل الحركة دي سايت وأحطهم في بعض egn.com وأسيرش اللي أنا عايز أعرف، يعني ولكن عايز أسيرش على الباك اب exit 12:30 في سايت egn.com. أهو هتوصلوا له بشكل مباشر. أوكي بس ده الكونتنت ده اللي هو في البيج الاولانيه، ما هوش في الفورم نفسه، يعني ده مش جزء الفورم. هو ده في الفورم شو ستريت، ده اللي جوه الفورم، ده اللي ممكن تدخل عليه وتكون عليه. عايزين كل المواضيع الموجوده عندنا على egn.com، ممكن تعملوا كده. جاب 17200، كل دي مواضيع عندنا على egn.com تقدروا تستفادوا منها. لكن لو نشوف الطريقه البسيطه بتاعتنا نقدر نوصل للسايت ازاي، egng.com. ديت الانترو نعمل لها سكيب،
طبعا لو لاقيين وقت يبقى اتفرجوا على الانترو، يعني ان شاء الله تعجبكم. ده اللي هي البيج بتاعتنا بتاعت السايت، هو احنا حاطين الموضوع هنا فوق اهو، تمام. بس الموضوع الاصلي هو الفورم، طبعا دي كل اقسام بتاعت هندسة. ده بتاع الاف سي اي، ده بقى الاي تي اللي احنا عايزينه، تحت نتورك، تحت مايكروسوفت. خش على مايكروسوفت، احنا مثبتين الموضوع عشان تسهيلا على الناس، تمام. هتلاقوا هنا الموضوع كامل، ده الرابط الاول الفيديو، ان شاء الله هبقى اضيف لكم الرابط التاني ليه تعليقات الناس. اوكي، ف يعني اي حاجه انتوا عايزينها الموضوع ده مفتوح مخصوص عشان خاطر تساؤلاتكم، تعليقاتكم على الفيديو، حاجه معينه مش فاهمينها عايزين توضيح ليها اكتر، فانا تحت امركم يعني على السايت. وكل زمايلي اللي معايا مودريتورز يعني ما شاء الله يعني يقدروا برضو يردوا عليكم. نرجع للموضوع بتاعنا، هو كده الراجل خلص، خلاص الحمد لله، اقول له نكست، اقول له فينيش. كده هو عمل انستول الايجنت على السيرفر بتاعنا. تعالوا نتشيك هناك، ممكن نجرب نرفرش هنا. الراجل نزل اهو. اوكي، سيمانتك باك اب اكزيك ريموت ايجنت فور ويندوز سيستم. نكلوز الراجل ده خلاص، وكمان ممكن نعمل لوجو، احنا مش محتاجين السيرفر دلوقتي. في حاجة تانية، ما تنسوش انكم تكون مسطبين ال في ام وير تولز، خليكم متأكدين من الجزئية دي، وكمان معمول لها ابديت. هو لان احنا هنا في سفير كلاينتس 4، فمن السمري هنا هنلاقي ال في ام فيرجن 7، ده بالنسبة ل 4 لازم يكون بالمنظر ده. حاجة تانية مهمة جدا، قبل ما اخد باك اب للفي ام دي اتاكد ان جزئيه مهمه جدا، عشان انا ممكن اعمل مشكله جدا، مشكله كبيره سوري جدا في الفي ام 100. انا ممكن اضرب الفي ام 100 ليه؟ لان الراجل ده بيروح ياخد سناب شوت الاول من الفي ام، فلازم يكون ليه مساحه يقدر ياخد عليها الفي ام. شايفين الميموري هنا كام؟ 6 جيجا. لازم اتاكد من هنا ان الاستورج بتاعتي فيها فري اكتر من 7 جيجا. هو انا عندي هنا اكتر من 7 جيجا، فان شاء الله مش هيحصل فيه مشاكل، فلازم اتاكد من الجزئيه دي كويس جدا. انا عندي هنا الرامات 6 جيجا وهنا مثلا 4 جيجا، هيفيل لانه مش هيقدر ياخد سناب شوت. السناب شوت دي معناها ايه؟ انه بياخد الحاجات كلها على الميموري، فهو ممكن ياخد لو الدنيا يعني فيها شغل جامد هياخد ال6 جيجا كلهم على الميموري. فلازم اتاكد ان هم اكتر من 7 جيجا، يعني لازم احط كمان جيجا يعني فري سبيس كده ليا يعني. فانا كده المفروض ان الدنيا شكلها مظبوط، تمام. هروح الباك اب اكزيت بتاعي، نرجع للخطوات بتاعتنا. المفروض ان انا خلاص خلصت انستول باك اب اكزيت ايجنت اون سيرفر، كريت الباك اب وديسك فولدر ديفايس. انا عندي هنا ده هناخد باك اب للاكسترنج هاب كاس. في حاجتين انا عندي هنا، انا نفتحهم الاول عشان تبقى واضحه ليكم. عندي هنا 3 ديسكس، واحد للسيستم وفي 2 للداتا. انا لو خدت عدي هنا هلاقي حاجه اسمها في امز باك اب 10، ده فولدر انا حاطط جواه كل الحاجات اللي انا كنت خدت لها، تمام. ولو رحت على الاي هلاقي برضو في امز باك اب فيها كل الحاجات، نفس الحاجات بالظبط. طيب ايه الفرق دلوقتي؟ الباك اب اكزيت لما يجي بياخد للفي ام 100 باك اب بيعمل ايه؟ اول حاجه بيروح ياخد سناب شوت من الفي ام 100 هناك. بعد ما بياخد سناب شوت بيحتاج الباك اب اكزيت انه يرمي الداتا بتاعته او يسحب الداتا بتاعته، يعمل لك سبورتنج من الفي ام 100 لمكان تمب زي التمب بتاع الويندوز. فانا لازم اكريت له باس، فالباس اللي انا اخترته ايه؟ اخترته على الدي، قلت له على الدي تحت الراجل ده وهكريت له فولدر بتاع الفي ام 100 دي بالذات اللي اسمها اكستشينج، مش مهم الاسم طبعا، بس انا بحط
نفس الاسم اللي انا عايزه، تسون هاب كاس، اوكي 01، واخد نفس الفولدر ده اخده كابي واروح على اي جوه في امز بوك اب وبرده اعمل بيست كده، ده فولدر فاضي. طيب ايه فايدة انا بكلم اتنين فولدرز؟ هو الراجل زي ما قلنا بياخد التمب بتاعه على الفولدر ده، وبعد ما بيخلص، بعد ما بيخلص الفولدر الاولاني عديه، اهو عديه، الفولدر التاني على الاي، تمام. هو اول ما بيخلص ياخد على الدي الاول على الباس ده التمب بتاعه، وبعد ما بيخلص الجزء بتاع التمب بتاعه الاكسبورتنج بيروح رايح يشيل الريموف سناب شوت زي ما احنا شفنا الاول بالصدفه مع بعض، هيشيل ريموف، هيعمل ريموف للسناب شوت اللي موجود على الفي ام 100، وبعدها يروح عامل كوبي او موف للمكان بتاعه الاصلي اللي هو ايه اللي المفروض هيتاخد عليه الباك اب الفعلي، تمام. فالحته ديت مهمه لان هنشوفوها دلوقتي، هنستخدمها واحنا بناخد الباك اب، تمام. المفروض ان انا الخطوه الحاليه ان هعمل باك اب تو ديسك فولدر ديفايس، هروح هنا للديفايسز، ده التيب درايف طبعا بيتاخد عليه نيوز دلوقتي، بيتاخد عليه الباك اب اكستشينج بتاعنا، وده الباك اب تو ديسك فولدرز، وهو ده اللي انا عايز اشتغل عليه. وانا انا كنت بعمل ده فور تيستينج، وده الحاجات اللي احنا خدناها. انا هكريت واحد زيهم بالظبط، كليك يمين نيو باك اب تو ديسك فولدر، ممكن اعمل لوزر بس انا هنا اسهل فولدر، اسميه بقى الاسم مثلا السيرفر بتاعي اي اكس اب كاس 01، الباس هنا الباس بتاع الباك اب الفعلي مش التمب، التمب هنشوف هنحطه في مكانه فين دلوقتي، هنحط الباس بتاعه فين، لكن ده الباس بتاع الداتا فعليا اللي هتتاخد. فانا فاوز يعني حاطين طبعا الحاجه الفعليه بتاعتي هتبقى على الاي وعلى الهاب كاس، اوكي تمام. ده الماكسيمم سايز في الباك اب ديسك 4 جيجا، وهنا كونكرنت اوبريشن 1 كونكرنت جوبز، انا مش محتاج اكتر من كده. انا عامل يعني ستوي يعني الاستراتيج بتاعتي ان انا كل فولدر لفي ام، لكن انا لو عملت على دي بشكل مباشر يبقى انا لازم ازود الرقم هنا لو انا هاخد كذا في ام في نفس الوقت، لكن انا حاطط فولدر، الفولدر ده بتاع الفي ام ده، فعمري ما عدل واحد، فخليها واحد زي ما هي، اقول له اوكي. كده هو كريت لي الديفايس بتاعي الصغنن التخيلي اللي هو باك اب تو ديسك بتاعي، تمام. عايز ابتدي بقى اخد ايه، نيجي بقى للجد يعني، ناخد باك اب فعلا للايه للفي ام اي. هروح للجوب سيت اب وننزل على باك اب سيلكشن ليست. الباك اب سيلكشن ليست ايه فايده الباك اب سيلكشن ليست؟ باك اب سيلكشن ليست ديت انا بكريتها بتبقى زي عامله زي التمبلت عندي، والتمبلت ده انا بستخدمه لما بروح اقول له نيو باك اب جوب، بستخدمه واشوف الباك اب ليست ديت واختارها من الباك اب ليست اللي تحت. تعالوا نكريت باك اب ليست ده عشان خاطر ما اجيش كل مره يعني اعمل نفس الحاجه، انا مسيب عندي حاجه وبعملها مثلا سكادجولنج ان هي ترن في وقت معين، او ان انا اخش اقول له رن ناو مثلا. طيب انا دلوقتي هاخد باك اب اكستشينج هاب كاس 01، ممكن اقول هنا ده الهاب كاس بتاعي في الديسكربشن. هروح هنا على الويندوز؟ لا مش هروح هنا على الويندوز، ليه؟ لان انا هاخد باك اب لفي ام مايه كامله، مش هاخد فولدرز معينه. يعني هنا هنبص بصه سريعه، يعني هنلاقي الهاب كاس اهو بيوريني الكونتنت بتاعته، السي مثلا بتاعته فيها ايه، لو سيستم ستيت هاخد سيستم ستيت مثلا، او اي يعني فايل او فولدر موجودين، تمام. شوف بقى الفرق في الفي ام بتاعي، طبعا هو حته هنا زياده. ازاي انا اصلا يعني ضفت ده الفي سي
زي وان ده الفيجوال سنتر بتاعي. ده الفيجوال سنتر ده حاجه لازم تتسطب زي كونسول كده. الكونسول ده بيضم كل الفي امات اللي عندي او كل الاي اس اكس، اي اس اكس بالفي امات بتاعتها. تمام. عايز اوريكم بس احنا ممكن نكون عملنا له ادي ازاي. بقول له هنا طيب احنا مش فاكر الحته ديت كويس، فخلونا نخوض هذه المعركه. هنا هروح على الهوب كاس بتاعي. هنا للاسف ما ينفعش ان اختار مثلا فايل واحد. هنا هيقول لي ايه not selectable for backups this item cannot be invalidly selected it me it must be selected as a part of group. انا هختار جروب كامل اكستشنج هاب كاس كامل واشوف الاوبشنز اللي بعدها. ده كنديشن لو عايزه تست اشوف الدنيا ايه successful البيوت بتاعتي ميديم ولا لو ولا هاي ولا ايه هايست مثلا. هي نيجي بقى للحته دي، احنا مش كنا ضفنا محمد فؤاد من شويه صح؟ ده النوتيفيكيشن اللي هتتبعت لي بعد ما الباك اب يخلص يفيل بقى يسكسس اي حاجه. فانا هختار كل الناس اللي هنا تمام. دوس اوكي كده السليكشن ليست هنا كريتد باسم change hub case. تعالى بس نضيف الاسم عشان انا عامل ستاندرد كده عشان افهم بيه الفرق ما بين الباك اب للفي ام وبين الباك اب للويندوز. فانا بضيف تضيف هنا في ام الاول عشان افهم ان ده باك اب للفي ام كامله اهي زي اخواتها هنا. اسف آسف جدا الصوت عذرا. أنا شخص أنا شخصيا اتخضيت بصراحة معلش. المهم أنا آسف يعني. المهم هنا كل الدنيا أهي في إيمات أولها في إم إكسسنج هاب كاس تمام. هاجي هنا بقى أعمل نيو باك اب جوب. شايفين هنا مكتوب هنا ايه selection list name. هدوس هنا هلاقي كل الليست اللي انا عملتها. انا مسميه ايه بقى vm exchange hub case 01 اختارها. حتى جايبت ال description عايز اتأكد ان هي خدت الحاجة بتاعتي فعلا. شوف هنا اوكي واخد ادي الايه الهاب كاس. شوف بقية الاوبشنز بتاعتنا الريسورس اوردر ده نفس الحاجات اللي احنا عملناها تحت خدها كلها اهو تمام. ديفايس اند ميديا دي حتة مهمة انا سبتها اقول ديفايسز. الراجل ده بمزاج وممكن يرمي على اي ديفايس. شوف هو عندها كام ديفايسز. اول واحد الاي بي ام ده اللي هو التيب درايف. الباقي اللي حوالين كلهم دول باك اب تو ديسك. فانا لو مش عامل الديفايس بتاعي هنا وعملت ديفايس جديد مش هشوفه. انا عامله هو وشايفه وعارف احنا يعني ده اللي احنا عملناه ديفايس هناك الديفايس اللي هو باك اب او باك اب تو ديسك يعني. فلازم اختار ده واحدد له ان انا هاخد باك اب هنا. الميديا سيت بتاعتي فاكرين الميديا سيت بتاعت الدايلي والويكلي اهي. هنا انا استفاد ان انا اختار طبعا ده اللي هو الديفولت بتاعها الموجود اصلا في الباك اب اكزيك. انا دلوقتي انا باخد ده كل فتره اكيد مش هاخدها كل يوم يعني. بختار ويكلي وممكن لو كنت عملت واحدة منسلي كنت اختار المنسلي يعني. اكيد هاخد حاجة زي كده كل شهر او كل اسبوع على حسب يعني. فاختار هنا ويكلي. هنا هيعمل ابيند وبعد كده اوفر رايت لكن انا عايزه بس اوفر رايت. هنا مش ما ينفعش اعمل ايجكت لان ده مش ما هوش تاب يعني فمش هيفيدني. نروح للجنرال ناخد نفس النيم ده جنرال. انا هاخد فول باك اب ولا هاخد ايه بالظبط؟ انا هاخد فول باك اب. لا انا هاخد انكريمنتال وانا هاخد ديفرنشال. فانا اختار زي ما هي ديفولت. شايفين الفيريفاي دي فاكرين الفيريفاي اللي احنا كنا بصينا عليها بالصدفه هي الجزء ده. انا وشيت دي بص هو حتى بيقول لي ايه احنا بنريكومند ان انت تعمل فيريفاي يعني شوف بي انيبل تو هيلب انشور داتا انتجريتي فور ريستور اوبريشن.
عشان اتاكد فعلا ان انت الريستور بتاعك هينجح، فانا هخليه يفيريفاي هنا الكومبريشن تايب، يعني هيقدر يعمل كومبرس ولا لا. فهو هنا مش هتفرق كتير قوي، هتفرق اكتر في التيب. فانا هسيبه باي ديفولت هاردوير، يعني يعمل عن طريق الهاردوير الكومبرس ده لو كان افيلبل، غير كده بلاش. تمام، طبعا ممكن هاردوير، لو غير كده يبقى سوفت وير، ممكن سوفت وير بس، ممكن ما اعملش كومبريشن اصلا، فخلي ده زي ما هو كده. ادفانس كل الحاجات ديت مش مشكله، لكن عندي هنا ايه، في ام وير فيرجوال انفراستراكشر، وده المهم عندي. دي الاوبشنز بتاعت الفي ام وير. باك اب ميثود طبعا فول اللي احنا اخترناه الاول. ترانسبورت مود الفي ام دي كي اكسبورت فايل فورمات هيبقى شكله عامل ازاي؟ هل هو سان؟ انا مش هاخد على سان خالص، انا عندي هاخد على الديسك على طول، فانا مش بوصل على سان هنا، ولا ان بي دي، ولا ان بي دي اس اس ال، ولا هوت اد. الفرق ما بين ان بي دي وبين الان بي دي اس اس ال ان ده بيعمل انكريبشن وده ما بيعملش انكريبشن. الهوت اد ده باك اب فيجوال ديسك فايلز اون اني شيرد ستورج اور لوكال ستورج ثرو ذا في سي بي بروكسي، يعني ده يا اما انا واصل على الستورج، واخد على الستورج او على في سي بي بروكسي اللي هو احنا عملنا له انستول، مش احنا عملنا انستول في سي بي. الفي سي بي ده هو بيكريت نفسه كانه بروكسي هنا هو، لكن انا الام بي دي هو ده الاوبشن اللي انا اختاره في الحاله بتاعتنا. اوكي، هعمل كومباكت الفي ام دي كي فايل، انا عايز اعمل كومبرس للحاجه بتاعتي. تمام، سبليت انتو مالتيبل 2 جيجا فايلز، كده هياخد يعني الدنيا كلها ويقسمها 2 جيجا 2 جيجا 2 جيجا، يا اما اكسبورت سنجل فايل، ممكن سنجل فايل ده يوصل 100 جيجا، فخليها ان هو يبقى 2 جيجا احسن. هنعمل يوز لباك اب اكزيت جرانيوال ريكفري تكنولوجي او جي ار تي، معروف بالجي ار تي. ده ايه فايدته؟ هو بيقول لك انا ايه، تو انيبل ذا ريستور فور انديفيدوال فايلز اند فولدرز فروم فيرجوال ماشينز، ان هو يقدر ياخد يعني يعمل ريستور لفايل واحد، مش ريستور مثلا الاكسشينج كله على بعضه، لان انا عايز مثلا اعمل ريستور لميل بوكس واحد او لفايل او فولدر واحد، فانا اختار الاوبشن ده مع انه مش هيفيدني هنا كتير، لان انا ما عنديش سيلكشن، انا لازم ارجع الفي ام اي كلها، يا اما ما ينفعش ارجع نص الفي ام اي، يعني ارجع الفي ام اي كلها، فانا مش هيفيدني كتير، بس ممكن اسيبها زي ما هي. هنا البروكسي بتاعي هل ريموتلي ولا لوكال؟ طبعا لوكال، انا مسطب البي سي بي هنا، شايفين ده بقى هو ده اللي احنا ايه كنا بنتكلم عليه، هو ده التمب باس فولدر، انتر باس اون ذا بروكسي تو ستور ذا تمبرري فايلز ذات في سي بي كريتس، هو ده اللي كان موجود على ايه، على الدي هنا. تمام، على الدي، على البيم باك اب، وانا اخد باك اب لمين؟ للهارد كاس بتاعي، اخد الكوبي، اروح على باك اب اكزيك، اقول له هو ده الباس يا راجل، الباس بتاعك اللي انت تاخد عليه التيم فايلز. الفيجوال سيرفر هنا مش هعمل اي تشينج، نوتيفيكيشن ممكن برضه اختار الناس كلها، بس كاز واي ام ران ناو، ام ران في وقت معين. تمام، انا اقول له ايه، ران ناو. هنا طبعا لازم تراجعوا وتبصوا تشوفوا الاكستنس بتاعتكم مظبوطه ولا لا. ندوس اوكي، تعالوا بقى نروح على جوب مونيتور نشوف ايه اللي بيحصل. الراجل ده بي انيشاليز كيود، بيقف في كيو لغاية ما اشوف الدنيا ايه، وبعدين بالكم بالبروسيسنج. طب شايفين اللودنج ميديا دي، يعني خليكم بس في دماغكم انا هقول لكم هي ايه دلوقتي، بس خلينا في اللي احنا فيه البري بروسيسنج. هنا نروح على الفي ام وير ونفتح التاسكس بتاعتنا، المفروض هنا هلاقي حاجه بيقول لي كرييت سناب شوت فور اكسشينج هاب كاس. تعالوا نفتح حاجتين ببعض، اهو كرييت فيجوال ماشين سناب شوت، ابتدى ياخد سناب شوت لمين؟ للفيجوال ماشين ديت. تعالوا نبص هناك، داخلين حاجتين مع بعض، الراجل هنا بيبتدي يعمل اكسبورتنج. هو يمكن بياخد وقت شوية، يعني كام دقيقة كده، دقيقتين أو حاجة. طيب يعني في خلال الدقيقتين دول خليكم برضه انتم ملاحظين معايا الام بروجريس هنا وهيبقى كام في المية، وهنا بيعمل اكسبورتنج. تمام، لودنج ميديا ده بيعمل ايه بقى؟ ده اللي انا باخد باك اب للاكستشينج وهو بيفيريفاي، فهو عايز يفيريفاي الميديا بتاعتي هنا. هو الراجل خلص الباك اب بتاعه، انا كنت واخد هنا
الباك اب على تو تيبس، لان الاكسشينج داتابيس كبيره حجمها كبير، فهو هنا مستني ميديا. انا دلوقتي الباك اب خدته على تيب، وبعد كده قال لي قديمكم هنا كام؟ 95%. خليكم برضو مركزين معانا هنا. طيب انا واخد الباك اب كومبليتد كده، هو خلص السناب شوت بتاعته. هبتدي هنا كده، انا هو عدى المرحله دي ونستنى دقيقتين. الراجل ده لسه بيعمل اكسبورت اكسبورتنج، يبقى الراجل ده ماشي تمام، والراجل ده شغال وبيرمي حاجته على ايه؟ على التيم فايلز. لو انا رحت على التيم فايلز، خدت بالكم كريت هنا ايه؟ فولدر بالتاريخ، وادي الحاجه بتاعته كلها، اقسمها لحتت صغيره تمام، الكتالوج بتاعه، كل الدي ان اكس بتاعه، والرام بتاعه، الرام بتاعته الثابته. المهم هو كده طبعا خلاص، يعني خلصنا الجزئيه دي. طيب لودنج الميديا، لودنج الميديا هنا مستني مني ان انا احط له الميديا الاولانيه. انا خدت الباك اب بتاعي على تو تيبس، التيب الاولانيه خد جزء وخلص التيب خلاص، فقال لي حط تيب تانية عشان نكمل الباك اب. هو كامل الباك اب على التيب التانية، ودلوقتي راح على فيريفيكيشن ستيب، فمحتاج ان انا ادخل له التيب الاولانية تاني عشان يعمل فيريفيكيشن، وبعد كده ادخله التيب التاني. انا هعمل معاكم بوز هنا وهروح احط التيب عشان نشوف ايه اللي هيجرى. تمام، ورجعت لكم تحليل محمد فؤاد من سايت اي جي انش. دلوقتي انتوا خدوا بالكم اهو، معلش انا بنهج طبعا واحد عجز خلاص. هنا بيعمل راننج اهو، كان من شويه كان بيقول لي ايه لودنج ميديا. هو اول ما حس بالتيب 1 اللي هو عارفه دخل في الديفايس، فابتدى يعمل راننج، وابتدى هنا اهو يعد الفيريفاينج بتاعه. طبعا ده حجمه يعني حجم 300 او 400، سوري 400 جيجا، فطبعا ده هيقعد وقت كبير جدا. انا كل اللي يهمني هنا طبعا احنا نكمل الجزئيه بتاعتنا. انا يعني الحاجات الصغيره اللي جات لنا بالصدفه دي كانت كويسه، واعتقد ان شاء الله تبقى مفيده ليكم. لكن احنا بنكمل الجزئيه بتاعتنا دلوقتي. انا بيعمل اكسبورتنج اهو للفي ام 100، هياخد وقته طبعا، اكيد هياخد وقت كبير جدا. خلينا نسيميليت، لان طبعا مش هنقعد دلوقتي ده كله مع بعض. دلوقتي هو هيفضل يشتغل اكسبورتنج. اول ما يبتدي يخلص، فاكرين الكيس اللي احنا كنا شايفينها في الاول خالص، كان هنا بدل كريت فيرجوال ماشين كان بيقول ريموف فيرجوال ماشين سناب شوت. هو ده اللي هيحصل، ان هو بعد ما يخلص الجزئيه اللي هنا هيروح يعمل ريموف للسناب شوت، وبعد ما يرموف هيبتدي يعد هنا هو ويعمل كوبي من التمب فولدر لايه؟ الفولدر الاصلي بتاعه اللي هو على الاي. يبقى هياخد من هنا ويودي هنا. هيبقى شكله ازاي هنا؟ طبعا شفتوا خلاص التيمب هنا اهو، يعني شفتوا مع بعض التيمب هنا كاريت شكله عامل ازاي. لكن انا ايه، هروح على الفولدر اللي هنا، هو كاريت شوية حاجات بتاعته اهو، هيبقى بالمنظر ده. خلينا نشوف حاجة كانت خلصانة قبل كده، اليو ام هيبقى المنظر ايه النهائي ده. حجمه تقريبا 9 جيجا، يعني حاجة صغيرة. طبعا هو خلي بالكم هو بياخد اليوزد سبيس، يعني لو ده انت بقصين ليه 90 جيجا هارد ديسك، هو بياخد الجزء المستهلك بس، يعني بياخد الجزء بتاعك. يعني هو ذكي شوية، يعني ذكي يعني طبعا، ولو ما كانش كده كان مبقاش ليه لازمة يعني. بس احنا كده وصلنا لآخر ستيب، تيك ذا هول في ام باك اب. و يعني اتمنى ان يعني استفدتوا النهارده من الفيديو التاني. ان شاء الله في فيديو تالت. الفيديو التالت ده هنشوف ازاي نعمل باك اب للويندوز فولدرز، مثلا للدي سي، للاكستشينج اللي هو الباك اب العادي. هو ده كان باك اب لفي ام، اعتقد ان هو مش موجود على الانترنت الطريقه بتاعته خالص، وخاصه ان هو بالعربي. فاحنا يعني احنا سعداء ان احنا نكون اول ناس مقدم لكم الشرح للباك اب اكزيك، وكمان الحاجات كمان صغيره، مش كل حد بيعملها، ودي يعني كيس ستاديز قليله جدا. اتمنى ان نكون سعداء بالشرح، و
عفوا، أتمنى يكون يعني الشرح كان مفيد ليكم، وطبعا متنسوش أنا محتاج تعليقاتكم وأراءكم في الفيديو. أي تعليق أو أي استفسار هتلاقوني على اللينك ده، أنا هسيب لكم اللينك ده في فايل مع الفيديو، هرفعه مع الفيديو إن شاء الله. وأتمنى إن يعني ان اشوفكم قريب واشوف تعليقاتكم هنا، بتهمني جدا تعليقاتكم وارائكم وكمان استفساراتكم، هقدر ان شاء الله ارد عليها دايما كل جديد مع اي جي انجل ان شاء الله. شكرا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.